بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سورو اس في تي. اليوم ان شاء الله نكملوا التمارين او التصحيح ديال ليمينولوجي. هذه المره غادي نشوفوا لا سيسيون دو راتراباج ديال 2018، الدوره الاستدراكيه ديال 2018 كيفاش تحطت ليمينولوجي. طبيعة الحال هضروا لهم على الفي اي اش، يعني داء فقدان المناعه المكتسبه. الو لي لانفوسيت، دونك التمرين بدا هكا مباشره. لي لانفوسيت تي ال تي 4 تي 4 جو ان رول فوندامونتال دون لا ريبونس ايمونيتير سبيسيفيك. كيلعب اللمفاويه ال تي 4 كتلعب واحد الدور اساسي في المناعه النوعيه. افان ديتيدي لو رول دو سي سيليل اون بريزونت لي دوني سويفون، بالهدف ديال اننا ندرسو الدور ديال هاد لي سيليل شكون هما لي ال تي 4. On présente les données suivantes. Données 1. Dans certains cas, comme le sida, bien qu'on celui du sida, le dérèglement. Dérèglement, il y a le contraire du règlement. Il y a l'intidam. De la fonction des lymphocytes LT4 entraîne des conséquences graves sur la réponse immunitaire. Il y a le LT4 mzien. في النتائج كتكون خطيره جدا خطيره جدا على لا ريبونس ايميونيتير، وبالتالي على الشخص، على يعني الكائن الحي المصاب. لو دوكيمون 1 هاد لو دوكيمون بريزونت ليفولوسيون دو نومبر دي ال تي 4 اي دو نومبر دو فيروس دو نومبر دو فيروس او بيان ديال الفي اي اش دون لو سون دي بيرسون انفيكتي بار لو في اي اش. عند واحد الشخص مصاب بالسيدا بالفي اي اش. الوغ هنا اغلبية التلاميذ علاش كيتخلعوا من هاد لو دوكيمون اولا من هاد السيدا، حيت عندهم في الدرس هاد لو دوكيمون، وهاد الدوكيمون فاش كتشوفو كتشدك القفقافة ما كتعرفش منين تبداه. علاش؟ حيت فيه قوة ديال الخطوطة وقوة ديال الوغ. الله يخليكم، الدوكيمون هذا فيه جوج الحوايج، العدد ديال ال تي 4 والعدد ديال الفيروسات في اي اش. جوست لي كورب، هاد لا كورب اللي متقطع ديال الفي اي اش، وهاد لا كورب اللي متصل ديال ال تي 4. علاش كيبان لكم كثير؟ لان داء فقدان المناعه المكتسبه اولا الفيروس ديال السيدا كيبقى واحد المده طويله. الفتره الاولى كيكون يعني تتكاثر فيها وكاين مشاكل، ولكن عام ولكن من بعد العام الاول كيبقى تقريبا من 4 حتى ل 10 سنوات في لا فاز 2 في المرحله الثانيه، يعني لا فاز ديال الكومون، وعاد كتجي المرحله الثالثه اللي كتقدر تمشي من عام حتى لعامين. دونك في كثره هاد المعطيات كيبان لكم لو شيما كبير. الو هنا ما تخاف من حتى حاجه، نمشي مباشره نفهم السؤال، حيت فيه كاين هنا بزاف ديال المعطيات، ولكن السؤال ما طالبش مني هادشي كامل. تبع معايا شنو قال لك على السؤال. اون فو بازون سيغ لو دوني دو دوكيمون ان، اعتماد على معطيات هاد الوثيقه. واحد، ديكريفي ليفوليسيون دو نومبر دو في اي اش اي دو ال تي 4 ما بين 6ام و 12ام جور. ما بين 6ام و 12ام جور غنهضروا على من، على ال ال تي 4 وعلى الفي اي اش. دير باغ يعني من 6 تل 12، ماشي من 0 تل، غير من 6 تل 12. اشنو كيوقع مثلا بالنسبه للفي اي اش؟ بالنسبه لل تي 4 شنو كيوقع عليهم بالنسبه للفي اي 4؟ من 6ام سيمين حتى للدوزيام سيمين، يعني من الى بغينا نقولوا من 6 الاسابيع حتى ل 12 اسبوع، الكميه ديال ال تي 4 كترتفع من 400 حتى تقريبا 800. شنو 800؟ شنو ال تي 4 فين غنشوفهم؟ هنا 800 ميكرو لتر، 800 ال تي 4 بار ميكرو لتر دو سون. اما ال في اي اش فكاين خافض من تقريبا 1100. شنو 1100؟ شنو 1100 فيروس في كل 1100 كيروس في كل
مليلتر دو سون، تالي كينخفض حتى لتقريبا 200 فيروس في كل مليلتر دو سون. هادشي غير ما بين 6 و 12. ها حنا سالينا لا بروميير بارتي ديال السؤال، لا دوزيام بارتي هادي ديم بار دوتر بار. بوندون لا فاز دو سيدا، لا فاز دو سيدا هي هادي من 1 حتى 3 سنين. اشنو كيوقع؟ دونك ديكلاري. دونك شنو كيوقع بهاد لا فاز هادي؟ اشنو كيوقع فيها؟ شكون هذا؟ هذا ال في اي اش. شنو كيوقع له؟ كيمشي تقريبا كيرتفع من 10 اس 3 حتى 10 اس 7، و لي لمفوسيت تي كي ال تي 4 كيتخاف كينخافضوا من 10 اس 4 حتى صفر، يعني كينعدموا فاش كيموت هذا الشخص. هذا السؤال دابا اكسبليكي الجزء الثالث من السؤال، اكسبليكي ليفولوسيون دو نومبر دو في اي اش ديرون لي دو فاز. هلو غتفسر لو نومبر دو ليفولوسيون ديال عدد الفي اي اش في لي دو فاز، يعني في ديرون لي دو فاز، يعني في هاد لا فاز وفي هاد لا فاز. الو الفي اي اش هنايا علاش كينخافض؟ هاد لا فاز هادي علاش كينخافض؟ لان العدد ديال اللمفاويات ال تي 4 كيدير واحد لا ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك، وبالتالي كيرتفع، خصو يدير واحد لا ريبونس، وبالتالي كيرتفع العدد ديالهم، مفهوم؟ اذا فاش كيرتفع العدد ديال ال تي 4 كينخفض الفيروس، ولكن ما كينعادش، غير كينخفض مستقر واحد مده 10 سنين كيبقى في الجسم خامل. ولكن شنو غيوقع من بعد في لافاز 3؟ في لافاز في لافاز 3 او في لافاز ديال السيدا ديكلاري، هنا شنو كيوقع؟ كيرتفع بزاف. شكون؟ من 10 اس 3 حتى 10 اس 7، شكون هو؟ الفيروس. وكينخافضوا لي لانفوسيت تي. علاش؟ لان هاد لي لانفوسيت تي اللي كانوا عندي ديجا هنايا مالهم؟ كلهم دخل ليهم الفيروس وعشش فيهم في هاد لافاز، وبالتالي كيوليو تعتبروا دي 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 سيلول دو سوا، دي سيلول دو سوا او بيان دي سيلول ايمينيتير دو سوا، ولكن موديفي ديال ذاتيه ولكن معدله مغيره، يعني تخليها الفيروس. اذا هكا تنكون راه السؤال ساهل، عليه نقطه مطلوب منك ثلاثه د الحوايج. دير لينا لا ديسكريبسيون ديال في اي اش والال تي 4 ما بين 6 و 12 اسبوع، وفي لا فاز الثالثه يعني ديال لو سي لا ديكلاري، مفهوم؟ هذا هو الجزء الاول من السؤال. الجزء الثالث هو اكسبليكي علاش ارتفعت، علاش مثلا هنا انخفض الفيروس حين ترتفع العدد ديال اللمفاويات ال تي 4 اللي كيدير لنا واحد لا ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك. علاش هنايا ارتفع الفيروس وانخفضوا لي سيلول ايمينيتير ديال ال تي 4؟ لان هذوك لي سيلول ايمينيتير ولات فيهم لا شارج فيرال، ولاو كيتعتبروا ذاتي مغير، وبالتالي غادي يقضي عليهم الفيروس، وهذا هي الخطوره ديال فيروس السيدا. اذا هنا في لا ديسكريبسيون entre la sixième et la deuxième semaine diminution de nombre de virus dans le sang, يعني كتمشي il passe de 10 à la puissance 7 ملليلتر حتى كتنخفض ل 10 10 à la puissance 3 par ملليلتر ديالاش ديال الفيروس. افيك ان اوغمونطاسيون فهاد من 6 حتى كينخفض الفيروس من 10 اس 7 حتى 10 اس 3 ديال الفيروس في كل مليلتر، وكيرتفعوا لي لانفوسيت تي دون لو سون من 10 من 400 حتى 800 لانفوسيت تي في كل ميكروليتر ديال لو سون. ولكن في لافاز ديكلاري كيتقلب هادشي، في لافاز دو سيدا ديكلاري كيتقلب هادشي، يعني كيكون امراض انتهازيه وما كيبقاش يقدر في يقضي فيهم يعني اللمفاويات تي. علاش؟ لانها كتكون معدله يعني دخل ليها الفيروس وعشش فيها. الو لو نومبر دو فيروس اوغمونت قلنا دو 10 على بويسونس 3 باغ مليلتر ا 10 على بويسونس 7 باغ مليلتر، يعني تقلب هذاك الشيء اللي كان في الاول ولا العكس ديالو التالي. الوغ كو لو نومبر دي لمفوسيت تي 4 دون لو سون ديميني دو 400 لانفوس، كينقص تقريبا ب 400 لانفوسيت في كل لين دو سون بور ساني لي على فان دو سات فاس، وكينعادم في النهايه ديال الفاس. علاش؟ عندنا الشخص غيموت. الوغ علاش هنا في الاول دابا ليكسبليكاسيون علاش هنا ارتفع وانخفض ارتفع ارتفعوا ال تي 4
ونخافض الفيروس، وعلاش في لافاز دو سيدا ديكلاري كيوقع العكس. اذا ما بين 6 و 12 سيمين اون اكسبليك لا ديمينيسيون دو نومبر دي فيروس، علاش نقص عدد الفيروسات في الدم باغ لو ديكلونشمون دي ريبونس ايمينيتير سبيسيفيك، يعني كتوقع واحد الاستجابه مناعتيه نوعيه، اوغمونطاسيون ديال لي نومبر دي لينفوسيت ال تي 4، كيرتفع العدد ديال اللمفاويات ال تي 4، زائد هنا لاباريسيون دي زونتيكور سبيسيفيك، كيظهروا واحد مضادات الاجسام سبيسيفيك، ثم ابارسيون دي زونتيكور سبيسيفيك. بالنسبه للافاز الاخرى يعني لافاز ديال لو سيدا ديكلاري، اون اكسبليك شنو وقع، ارتفع الفيروس وانخفض ال تي 4، اذن اون اكسبليك لوكومونطاسيون دو نومبر دو فيروس، علاش ارتفع الفيروس، باغ ان ديفيسيونس ايمينيتير، يعني عندني واحد النقص مناعتي، وعلاش عندي هذيك النقص مناعتي، بسبب لا شويت اللي وقعت لي لينفوسيت تي 4، لي لينفوسيت تي 4 نقصوا بزاف، علاش نقصوا بزاف، كي سون ديتروي باغ لا بروليفيراسيون فيرال، كيتكاثر في هذيك الفتره، يعني من عام حتى ل 10 سنين كيكون الفيروس فتره خمول، وكيتكاثر في الذات ولكن ما كيديرش الاعراض، مفهوم؟ اذا فاش كنكونوا ندخلوا للمرحله الاخرى من الفي اي اش وكندخلوا لمرحله السيده، فهنا لي لينفوسيت تي 4 كلهم كيوليو معفنين بالفيروس، مفهوم؟ كيولي داخل فيهم فيروس بزاف، وما بالتالي مادام داخل فيهم كيعدل لهم الماده الوراثيه، يعني ما غيقاوموش، مفهوم؟ وبالتالي هنايا غتوقع لا ديستريكسيون ديال هاد لي سيلول وبين ديال لي لينفوسيت ال تي 4. اذا شنو استخرجنا من هنايا، استخرجنا بان لي لينفوسيت ال تي 4 كيدخل لهم الفيروس كيعفنهم او تنتهيو ما تيبقاوش، مفهوم؟ الوغ هنا كنهضروا بالاساس على ال تي 4، انتبه معايا، بغينا نزيدو نعرفوا شنو الدور ديال هاد ال تي 4، افان دو مونتري لو رول دي ال تي 4 دون ريبونس ايميتير سبيسيفيك، اون رياليز ان اكسبيريونس سور سيلو دي سوغي، عندنا 6 المجموعات ديال لي سوغي ديال الفئران، لي لو دو 2 ا 6 اون سوبي ان تريتمون، الوغ لو 1 نا سوبي اوكان تريتمون، هاد لو 1 ما درنا ليه حتى تريتمون، شنو فيها؟ فيها اللمفوسيت تي 4 تي 8 واللمفوسيت بي كلهم كاينين، شحال المدة اللازمة باش يتإليمينا الفيروس باش ما يبقاش الفيروس، من 7 حتى 10 ايام، شحال لو طو دو سيرفي، نسبة الاستمرار الحياة 100%، لي لو من 2 حتى ل 6 مالهم كلهم اون سوبي ان تريتمون كي بيرمي دو سيبريمي سيغتان، دونك درنا لهم واحد المعالجة اللي كتحيد لنا، هذيك المعالجة كتحيد لنا شي لانفوسيت ولا جوج لانفوسيت ولا كاملين، مثلا هنايا في 2 حيدت لي لانفوسيت تي، في 3 حيدت تي ويت، في 3 حيدت لي تي ويت وبي، في 4 حيدت لي تي ويت وتي 4، في 5 حيدت ليا غير لي لينفوسيت بي، وفي 6 حيدتهم ليا كاملين، دونك كل مره كنا كندير واحد الشكل من الاشكال المعالج، لي سيلو دي سوغي اون تي انفيكتي باغ لو فيروس دو لا غريب، يعني لي لوت كاملين كلهم 3 بسته بهم ديجا معفنين انفيكتي بهذاك الفيروس ديال الغريب. اونسويت شنو عبرنا؟ On mesure l'efficacité de la réponse immunitaire par la détermination. On a brûlé faillie, on a usé le faillie, on a pris le faillie, ديال الاستجابة المناعية. شكون اللي كيخدم مزيان؟ واش كيكونوا فاش 3 ولا غير تي 8 و تي 4 ولا غير تي 4 و تي 8 ولا غير تي 8 و بي اولا غير تي 4 و بي اولا حتى وحده فيهم اولا ثلاثه بهم. الوغ باغ كيفاش غنديتيرمينو الفعالية؟ لا لو طون ركيب pour éliminer le virus، المدة اللازمة باش تحيد الفيروس، et le temps de survie pour chaque lot، وفترة يعني أولا نسبة استمرارية الحياة. لو دوكيمون 2 بريزونت لي كونديسيون اكسبيرمونتال et les résultats obtenus، هما هادو لي زيكسبيرمون. إذا هنا في لالوت أن خلينا تي 8 وتي 4 والال بي، المدة ما بين 7 و 10 باش يتحيد الفيروس، 7 أيام و 10 أيام، من بعد كيستمر الحياة بالنسبة ديال 100%. هنا شنو درنا؟ ال تي حيدنا باردون، حيدنا غير ال تي 8 وخلينا لي لينفوسيت تي 4 ولي لينفوسيت بي، اشنو وقع؟ اللي تغير فقط هو ان المده اللازمه
باش نحيدوا الفيروس هي تزادت، يعني كانت من 7 على 10 ولات من 10 ل 14 يوم، ونسبة الحياة كتبقى هي. ولكن لاحظ معايا في اللوت ان حيدنا التيويت وحيدنا ال بي، ابقى غير ال تي 4، مفهوم؟ المدة اللازمة باش تحيد الفيروس اكثر من 20 يوم، واستمرارية الحياة زيرو، نسبة استمرارية الحياة زيرو، يعني ما كيعيشوش من بعد. لوت 4 حيدنا ال تي 4 وحيدنا ال تي 8. شنو كنلاحظوا؟ ان المده اللازمه باش تحيد الفيروس اكثر من 20 يوم، واستمراريه الحياه النسبه ديالها 0%. في لا لوت 5 حيدنا ال تي 8 وخلينا ال تي 8 وال تي 4 وحيدنا ال بي. النسبه ديال استمراريه الحياه 50%، ومده العيش ما بين 10 ولا مده باش اليميني باش نحيدوا الفيروس ما بين 10 و14 يوم. في اللوت 6 حيدناهم كاملين، المده الزمنيه باش تحيد الفيروس اكثر من 20 يوم، ونسبه استمراريه الحياه 100%، مجموعه ديال المعطيات. ولكن السؤال لاحظ مشى بعيد، اون اكسبلواتون لي دوني دو دوكيموند، انطلاقا من هذا الشيء هذا ديتيرمين، يحدد لي كونديسيون نيسيسير او ديغيلمون دي ريبونس ايمينيتير ايفيكاس. ايفيكاس باش تكون عندنا واحد الاستجابه مناعتيه فعاله. شنو هي الشروط اللي خاصها توفر؟ جيستيفي فوتر ريبونس. الوغ هنا فين هي احسن حاجه؟ احسن حاجه، احسن حاجه شنو هي؟ لاحظ معايا، كاين اللي غيمشي يشوف 100% هنا و 100% هنا، غيدير من ضمن الشروط هو انه ما تكونش تيويت. لا، احسن شروط هما شنو؟ هو يكون تيويت و تي 4 و بي. علاش؟ لان الفتره اللي لازمه باش نحيدوا الفيروس غير من 7 ايام حتى ل 10 ايام، ماكسيموم 10 ايام. اما فاش حيدنا التيويت راه الماكسيموم ولا 14 يوم، والمينيموم ولا 10 ايام ماشي 7 ايام. اذا les conditions nécessaires au déroulement des réponses immunitaires spécifiques هما شنو؟ هو la présence des lymphocytes T, la présence des lymphocytes B et des lymphocytes T8. ضروري خصهم يكونوا بثلاثة باش تكون عندنا واحد لا ريبونس ايمين. علاش؟ لان هنايا كيف ما كتلاحظوا، لاحظوا معايا هنا فاش كيكونوا محيدين مثلا لينفوسيت تي واللينفوسيت بي كلشي تيموت. حيدنا اللمفوسيت تي 8 و بي كلشي تيموت، حيدناهم كاملين كلشي تيموت، حيدنا غير اللمفوسيت بي ماتوا 50% وبقاو 50%. اذا الظروف المثاليه، الظروف المزيانه باش تكون البون ديغولمون ديال لا ريبونس ايمينيتير هو لا بريزونس دو. علاش؟ باسكو اون بريزونس دو 3 تيب دي لمفوسيت اون اورا une courte période pour éliminer le virus et un taux de survie qui est de 100%. Et dans les conditions nécessaires, il y a l'opération entre les trois types de lymphocytes, lymphocytes T4, lymphocytes T8 et lymphocytes B. Je n'ai pas la justification car en absence de ces trois cellules, en présence de ces trois cellules, toutes les souris restent en vie. Et l'élimination de virus se fait rapidement en comparaison avec l'autre. Yani, كل شيء كيبقى حي، حتى هنا كل شيء كيبقى حي، حتى في اللوت لا كل شيء كيبقى حي. ولكن في اللوت 1 في اللوت 2 لا بيريود بور اليمينير الفيروس كتكون رابيدمون مقارنة مع الاخرين. الجزء الاخير من التمرين شنو كيقول لي؟ لي لينفوسيت دابا حنا شنو عرفنا هنايا؟ عرفنا الا لاحظنا مزيان بانه راه كيخص يكون بثلاثه باش يخدموا مزيان. فوالا دابا هنا غادي نمشيو نركزوا على لي لينفوسيت تي 4. اون بريسونس دي برودوي ستيميلون، فاش كيكون واحد المنتوج اللي كيحفز ليا لي لينفوسيت تي 4، هذا المنتوج او هذا البرودوي كيلعب الدور ديال اونتيجين، يعني مولد مضاد. Ils sont activés. Je connais qui sont activés. Les lymphocytes T4. Ils sécrètent l'interleukin 2, qui frazoline l'interleukin 2. Le document 3 montre l'effet de la concentration de l'interleukin sur le nombre de plasmocytes sécrétés. يعني التاثير ديال تركيز الانسولين هنا في الدوكيمون، التاثير ديال تركيز الانسولين على ايش؟
على لو نومبر دو بلازموسيت، عدد ديال البلازموسيت اللي كيفرزوا لينا لي زونتيكوب. لو دوكيمون 4 شنو كيبين لينا؟ لو نومبر دو لينفوسيت تي 8 تي 8 دون دون لا را في الغا في الطحال شي دي را سوري او بيان شي دي سوري نورمال اي شي دي سوري ميتي. شكون هما لي سيلو تي اللي عندهم ان ديفيسيونس اون انترلوكين، يعني عندهم واحد النقص في الانترلوكين افون اي ابري 7 جور دو لانفيكسيون باغ ان فيروس، لو فيروس ديال الكاريومينينجيت. الوغ انتبه معايا هنايا، بطبيعة الحال كيف ما قلنا هنايا عندي لا كونسونطراسيون ديال الانترلوكون والتأثير ديالها على عدد البلزميات. حنا إلا كانت لا كونسونطراسيون ما بين 10 حتى 10 على بويسونس دو انيتي اربيتخيغ ديال الانترلوكين، لو نومبغ ديال لي لانفوسيت أو بيان ليفوليسيون ديال لو نومبغ ديال لانفوسيت كتكون فابل. ولكن غير مجرد ما كتفوت لا كونسونطراسيون ديس على بويسونس دو انيتي اربيتخيغ ديال الانترلوكين، لو نومبغ ديال لي لانفوسيت اوغمونت رابيدمون بوغ اتاي، يعني كيقدر يوصل حتى لالف لانفوسيت. بالنسبة لهنايا، بالنسبة لعدد لانفوسيت او بيان بلاسموسيت، بالنسبة لعدد هنايا ديال لي لانفوسيت تي بيت، فلاحظ معايا افون لانفيكسيون كيكون عندي قد تقريبا 15 فوا 10 على بويسونس 6 ديالاش ديال لي لانفوسيت تي 8 قدهم قد عند لي سوغي نورمال بحال عند لي سوغي ميتي. شكون هما هاد لي سوغي ميتي؟ هما اللي ما عندهمش الانترلوكين. ولكن من بعد ما كتوقع واحد لانفيكسيون، يعني 7 جوغ 7 ايام ابخي لانفيكسيون، العدد ديال لي سوغي نورمال كيمشي مناش من 15 حتى لتقريبا 45 فوا 10 على بويسونس 6 لانفوسيت تي 8. الوغ كو شي لي سوغي ميتي كيبقى العدد هو هو كيف ما كان عليه افون لانفيكسيون. علاش؟ طبيعة الحال حيت هنا عند لي سوغي ميتي ما كاينش الانترلوكين. دابا حنا غير قرينا لو دوكيمون 3. سؤال 3 3 و 4. سؤال 3 قال لك ديكريفي لي ريزلت بريزون دون لو دوكيمون 3 اي 4، يعني غدير لا ديسكريبسيون ديال هذا ولا ديسكريبسيون ديال هذا، بوي ديدويزي لو رول دو لانترلوكين 2 دون لا ريبونس ايميليتير، ومن بعد غتعطينا الدور ديال لانترلوكين. يعني ديدويزي ديكريفي 0.25، ديكريفي 0.25، وديدويزي ديكريفي راه غديرها جوج مرات لي دو دوكيمون 3 اي 4، اي ديدويزي لو رول ديال لانترلوكين راه عليها 0.25. اذا شنو غادي نقول بالنسبه لا ديسكريبسيون في لو دوكيمون 3؟ À une concentration entre 10 et 10 à la puissance 2 unité arbitraire de l'interleukine, on a une légère augmentation du nombre de plasmocytes qui ne dépasse pas 250 plasmocytes. Lorsque la concentration de l'interleukine dépasse 10 à la puissance 2, يعني فاش كتفوت التركيز ديال الانترلوكين كيفوت جوج 10 اس جوج انيتي اربيتخيغ، لو نومبغ دو سيلول او بيان دو بلاسموسيت اوغمونت بوغ اتان ان فالور ماكسيمال دو 1000 بلاسموسيت. هذا بالنسبه لدوك. اذا هنا كل ما الى لاحظنا هنا في هذه الحاله هذه، راه فاش كيتزاد الانترلوكين كيتزاد العدد ديال البلزميات، مفهوم؟ الوغ شوف معايا هنايا شنو غادي نقولوا. دونك افون لانفيكسيون، افون لانفيكسيون اون شي لي سوري نورمال لا كونسونطراسيون ديال لي لانفوسيت تي 8 اي نورمال، يعني بريسك 15 فوا 10 على بويسونس 6 كي لا ميم كي لا ميم شي لي سوري ميتي، مفهوم؟ هنا après ou bien 7 jours après l'infection les souris normales rencontrent une augmentation du nombre des lymphocytes T8 qui atteint 45 fois 10 à la puissance 6, alors que chez les souris mitées كتعندهم نفس الكميه اللي كانت عندهم. دونك حنا انطلاقا من هذا الشيء حنا شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا بان هذا سيليل تي 400 اكتيفي وكيسكريتيو لينا الانترلوكين، مفهوم؟ كيسكريتيو لينا الانترلوكين. هنا لو دوكيمون 3 كيدير لنا كيبين لنا ليفي ديال الانترلوكين على البلازموسيت، لو دوكيمون 4
présente le nombre de lymphocytes T chez le rat normal, chez le rat T, avant et après l'infection par un virus. لي غاموتي ما ارتفعش عندهم العدد ديال ال تي ويت ما ارتفعش العدد ديال ال تي ويت علاش لانه تو سامبلومون ما كاينش الانترلوكين هاد ال تي ويت راه قلنا هما يعني اللي كيوليو لنا لي لانفوسيت تي سيتو توكسيك وهنا كنهضروا على لي بلاسموسيت يعني هما اللي غيفرزوا لنا لي زونتيكور اذا كنهضروا على مناعه خلطيه réponse immunitaire spécifique à médiation humorale ou réponse immunitaire à médiation spécifique réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire هنا qui te donne l'interleukine 2 ou هنا كذلك qui te donne l'interleukine 2 علاش لان هاد لي سوري ميتي ما كيرتفعش عندهم علاش هما ميتي اولا علاش ما كيرتفعش عندهم لان عندهم ان ديفيسيونس اون انترلوكين 2 اذا شنو غادي نستخلصوا Donc, là, vous le dites dans l'autre, déduisez le rôle de l'interleukin dans la réponse immunitaire. Et là, l'interleukin, il va activer les plasmocytes pour produire les anticorps. Et il va aussi activer les T8 pour produire ou bien pour se transformer en LTC cytotoxique. L'interleukin, il active aussi les lymphocytes B pour faire la différenciation. Et pour se transformer en plasmocyte et pour fabriquer les anticorps. Idenhina, galik, nchoufou le jawab. Pour des concentrations d'interleukin entre 10 et 10 à la puissance 2, on a une faible augmentation du nombre de plasmocytes. Donc, fais ce qui compte, t'as qu'ils aiment bien acheter, acheter, on se juge une unité arbitraire. Est faible, ok, il y a de l'augmentation, mais il est faible. Dit le nombre de plasmocytes pour la des concentrations d'interleukine au-delà de 10 à la puissance 2 unité arbitraire on a une augmentation yani fesh ketfout tarkiz 10 ou se juge unité arbitraire ketouqa une augmentation du nombre de lymphocytes donc pour des concentrations d'interleukine au-delà de 10 à la puissance 2 unité arbitraire yani fesh تركيز ديال الانترلوكين كيفوت 10 على بويسونس 2 انيتي اربيتخير اون اورا اون اوغمونطاسيون رابيد دو نومبر دو بلاسموسيت كي اتان 1000 ا اون كونسونطراسيون دو 10 على بويسونس 4 يعني شنو ولا شنو كنقصدو هنا ان فاش كيوصل العدد اولا فاش التركيز ديال الانترلوكين كيفوت يعني 10 على بويسونس 2 العدد ديال لي بلاسموسيت ديال البلزميات العدد ديال البلزميات كيفوت يعني القيمه اللي ديال 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 يعني القيمه اللي كان فيها وكيوصل حتى لتقريبا 1000 بلاسموسيت 1000 بلاسموسيت ا ان كونسنتراسيون يعني الا وصلت الكونسنتراسيون ل 10 على بويسونس 4 انترلوكين بالنسبه للتحليل او لا ديسكريبسيون ديال لو دوكيمون 3 افون لانجيكسيون دو فيروس يعني قبل ما نحقنوا الفيروس دونك فهاد المرحله افون لانجيكسيون دو فيروس لو نومبر دو بلاس دي لانفوسيت تي 8 دون لي را دي سوريميتي اي 15 فوا 10 على بويسونس اي ايغال ا سولوي دي سوري يعني لي سوري نورمال ou les sérimités قبل l'infection بجوجهم كتكون عندهم 15 fois 10 à la puissance 15 fois 10 à la puissance هذا العدد ولكن après l'infection 7 jours après l'infection العدد ديال لينفويت تي 8 dans le rat chez les souris mitées reste constante ديال الفئران الطفيره كيبقى كونستانت علاش حيت عندهم ديفيسيونس اون انترلوكين ولكن كونتريرمون او سوري نورمال هذوك الفئران اللي عاديين شي ليكيل اون نوت عندهم ان اوغمونطاسيون دو نومبر دو لانفوسيت اللي كانت 15 وكتوصل حتى ل 44 فوا دي سالا بويسونس 6 مفهوم دي لانفوسيت تي 8 دون لو را اذا شنو الدور ديال الانترلوكين في لا ريبونس ايميتير دونك الانترلوكين ستيميل La multiplication des lymphocytes T8 et augmente le nombre de plasmocytes. Il y a l'interleukine 2 qui te donne la réponse immunitaire
spécifique ou la réponse immunitaire à médiation hémorale. Alors, ce L akhir, réaliser un schéma explicatif montre le rôle des lymphocytes T4 dans le déroulement d'une réponse immunitaire spécifique. بطبيعه الحال هنا غادي ندير كل واحد يقدر يدير واحد لو شيما غير هو شنو خاص يكون في الشيما. خاص يكون لانفوسيت تي 4 من بعد ما كيجي عندها الفيروس اولا من بعد ما كيجي عندها واحد لونتيجين لانفوسيت تي 4 كيفرزوا لينا شنو الانترليكين 2. هذاك الانترليكين 2 غيمشي يحفز ليا لي لانفوسيت تي 8 وغيمشي يحفز ليا لي بلازموسيت. دونك هنا غيحفز ليا التكاثر ديال لي لانفوسيت تي 8 وغيحفز ليا التكاثر ديال لي بلازموسيت. البلازموسيت غيوليو بزاف ولي لانفوسيت كذلك غادي يوليو بزاف وبالتالي لي لانفوسيت غيفرزو لي اولا غيتحولوا ال تي سي سي توكسيك ولي بلازموسيت غادي يفرزو لينا لي زونتيكروب. نهايه هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.